السلام عليكم إخوان ومرحبا بكم معنا اليوم في سوق بن حمد. اليوم 8 شهر 10 شهر 11 2021. كزارية سعيد ولا مازال؟ مازال كسابية. الثمن ديالها سعيد 171. بلجيكية سلعة بلجيكية أصلي 8550 درهم. سعيد شكون هذا سعيد؟ انتم اخوان تبارك الله. قلت لي السوق كبير سعيد اليوم كاين الثمن. ها هو الله يسخرها سعيد. هذه ربيعة سعيدة اخوان، الله يسهل عليك. يلا تبارك الله عليكم الخوت وبقوا معنا مازال ان شاء الله ما يتشاف. تحياتي لكم كبيرة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ومرحبا بكم ونهاركم مبروك منا من سوق بن حمد. اللهم يسر. كدير مزيان بعدا؟ راه مزيان وقول. لا انت. انا مزيان. الله يمدك. اصلا ما ناكل. كيدوي راه كيقول السلام، قول ما ودش. قول السلام. قلنا ادريس تمر لا خدمت. هذا من يوم 52. مليون 52. هو منين؟ هو بديار. السلام عليكم فين؟ مليون 52 12600. يونس بخير هاني الله يحفظك الله يبارك فيك. مليح جودة مليح. لا ناد وهذا الشهر ولي هذا؟ الشهر ولي مدوا هاد الناس مليون 54. مليون 54 12700. 12700. وكيدا السوق ادريس في كسابية؟ السوق ما كاين باس ماشي مزيان. الله عندك السوق مزيان ما كاين باس. ما كله مع من كيتلاقى وصافي. كلهم عام كي كلهم عام كيتلاقاو صافي. الله يحفظك الله يسخر الله يسخر على خويا ادريس. الله يحفظك. 82 مليون 40 في واحد. مليون 40 في واحد. بنشهم مزيانين بلجيكي من هاد. شوف حتى شوف كي داير بعدا وزين المليح. اه والله يسخر الله يسخر بخير الله يحفظك الله يبارك فيك الله يسهل على مولاي. تبارك الله الله يسخر مولاي الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك. بلجيكي يا خويا؟ بلجيكي؟ بلجيكي الثمن السامع لحظة. مليون 8 مليون 8 14. مازالين يا اخوان في العجلة السابق اللي يحسبك. مليون 8 بدناش لو فيها الله يسهل يا مولاي. 14 ألف درهم. ثم إخوانا دعجي الموبيليا يلا غنسوي. سمع إخوان في السلف درهم. إذا لم نقلبوا شبيه الله أعود قلوب شيها البركة بلها قلوب السلزل سبحان ربي رب العزة بأن يتبون السلف درهم والحمد لله رب العالمين. وبليار دوري زي والله يسخر والله.
اخويا بسم الله الوحيد ديالك، الله يشفي فيك وانت دائما في كل فراغ. خويا وحيد اخويا عندي شهر ولا اول مره. هذو الاخوان ضروبات بلجيكيات كسابيات الثمن اخويا 194 184 9000 و200 9200 الاخرينات 184 184 9600 هذه 9600 هادو 9100 الله يسخر الله يسخر مولاي الله يزوين تسير اللي مازال اخوان ما شارك معنا يدخل يشارك معنا في القناه اللي عجبو المحتوى مرحبا به. وبالنسبه للناس تاع الفيسبوك تاهما مرحبا به، مرحبا بالجميع، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك من هنا من سوقنا. الله يسخر الجميع تبارك الله. حموده مزيان امور هانيه الله يحفظك. عاود ريسه اسمو كتقولوا لي راه قال لي واحد المره واحد سميه بيدرو بيدرو ياك بيدرو هيا السلعه نعزلك السابيه. كي داير السوق اليوم محمود؟ مزيان في العزله مزيان كاين الثمن كاين الثمن الثمن كاين الثمن خروج كاين شويه خرج بعتي شي حاجه مازال مازال ان شاء الله تبيع تبيع بالرباح ان شاء الله اقل ثمن حتى الاكثر ثمن 120 ثمن عنده من 6000 درهم حتى 9000 درهم اخوان والله يسخر لك يا حمود الله يسخر باش نبين من اللور الله يحفظك والله يسهل عليكم الرئيس انا حسان كيف لاباس الله يحفظك راك تلمرا بيدرو الملقب بيدرو ياك الله يسهل عليك صاحبي يونس اش يعاود مزيان مزيان غادي يجي والله يسخر لازم تيسير كريم مزيان انت الله يحفظك نصورك من بعد تبان من المتتبعين ها من المتتبعين الله يرضي عليك مرحبا بك الله مرحبا بك قال لي من المتتبعين كيتبع هذاك الشيء كيتفرج لا مرحبا بك لا مرحبا بك والله يسخر الله يسخر والله يجيب خونا حسن تيسير اخوان ربع ان شاء الله اللهم يسر هاد اللي من هنا وما ديرو 9000 درهم هادي اخوان ضروبك الزارية هادي سعي الثمن بحال 162 8100 درهم شحال داير لها مولاه القريب ميزان وتقريبا الثمن الكيلو باش طالع لي اه هنا في الرحبه هنا 60000 و 80000 بالرجلي 60000 الله يحفظك الله يحفظك السلعه 60 فعلا هذا البقر هذا شويه على حساب الجوده ديال اللحم الاخر ما مشى حمى والو هاك وهذه كاين الشحمه هذا البقر اللي ديالنا تكون فيه شحال الله يحفظك يا خويا سعيد كنشكرو الله يحفظك تبارك الله عليك هذا اخوان دروب الدار راس مليون و 64
زيد غاطل بها بثنية مليون و66 هذه ما عرفناش الثمن ديالها. يا والله يسخر مولاي الله يجبيك تس عجبنا شلعجو.